صباح الخير عليكم مشاهدينا وين ما تكونون. صباح الخير على الناس اللي متأخرين على الدوام، وصباح الخير على المدراء اللي يستقبلون الموظفين المتأخرين على الدوام، خاصة المدراء اللي بيوتهم قريبة والموظف بيته بعيد، والقط يعني قطوعات موجودة صحيح، خاصة الشوارع من جانب الرصافة فأكثريتهم فهنا يعني يستلذون بال خطيه والله. اذا طلع عطله يعني لو مسويها عطله خطيه الموظفين والله، يعني لو مسويها على وجه يعني عطله خطيه، ساعات ينتظرون بالازدحام اليوم بسبب هذه القطوعات. الله يكون بعونهم طبعا اكيد، وبالنتيجه احنا ننتظر منهم انه يشتغلون بطريقه ويقدمون عمل ويقدمون انجاز. على العموم صباح الخير عليكم. صباح الخير وين ما تكونون، اكيد الاغلبيه هسه بالشارع يمكن بالازدحام. ارحب بكم بحلقه جديده، وخلي نروح ونشوف شنو اهم الاخبار سوا. اعلن الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي انه اغلب الوزارات استكملت اجراءات تحويل الاجور الى قرار 315 بعد تخصيص المبالغ ضمن قانون الأمن الغذائي. وأوضح الغزي أن لجنة خاصة بتكييف أوضاع موظفي الأجور تعمل مع الوزارات الأخرى التي أنجزت إجراءاتها وبدأت بملء استمارات وتحويلهم إلى قرار 315، وسيتم خلال شهر إنجاز جميع هذه الإجراءات. أعلنت وزارة التعليم العالي في حكومة إقليم كردستان عن قبول 41 ألف طالب من خريجي الدراسات الإعدادية، فيما أشارت إلى أن 368 طالب لم يتم قبولهم بسبب خطأ بالاستمارة الإلكترونية. وأوضحت الوزارة أن عدد الخريجين هذا العام أقل من العام الماضي، حيث يوجد أكثر من 21 ألف مقعد فارغ متبقي، مؤكدا تأمين أكثر من 61 ألف مقعد دراسي بالجامعات. في سياق آخر، أعلن مصرف الرشيد عن إطلاق وجبة جديدة من السلف لموظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة 10 ملايين دينار و5 ملايين دينار لموظفي العقود. ودعا جميع المستفيدين مما ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف أو منافذ الدفع الإلكتروني لاستلامها، مبينا أن التقديم على السلف سيكون إلكترونيا ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون. في آخر الأخبار، توقعت هيئة الأنواء الجوية تساقط الأمطار في البلاد مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيكون الطقس يوم غد الجمعة غائم جزئيا في مع فرصة لهطول أمطار خفيفة في المنطقة الشمالية. أما عن الطقس بيوم السبت فسيكون بحسب ما تتوقع الأنواء صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما جزئيا وصحوا في المنطقة الجنوبية. أما درجات الحرارة فستكون مرتفعة قليلا. ومن أهم الأخبار الخدمية والمحلية، نروح نشوف أخبار الحالة الجوية ودرجات الحرارة بالعراق مع نشرة الطقس. ومن درجات الحرارة إلى حركة المرور في العاصمة بغداد.
يعني بصراحة اليوم كلمة حركة ويا المرور ما مترابطة، يعني لأنه الشوارع واقفة أصلاً، يعني ماكو حركة بيها. لذلك إحنا راح نخلق الحركة لكم بالفقرة الرياضية حتى تشوفون شون الكابتن عبد الله محضر لنا حركات جديدة وتكنيكات جديدة بالرياضة. صباح الخير مشاهدي قناة يو تي في، اليوم وياكم بالفقرة الرياضية الصباحية. كابتن عبد الله مدرب لياقة بدنية، اليوم راح نشتغل على تمارين البودي ويت اللي هي تعتمد بشكل كبير على وزن الجسم. راح نبلش أول شيء تمارين الإحماء من أجل نتجنب الإصابات. يلا شباب نبلش حركة بسيطة بالرجل. كل تمرين إحماء راح ناخذه مدة 30 ثانية إلى 20 ثانية مستمرة من أجل تهيئة الجسم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سيدر جينا شباب ناخذ ضغط التخصر اب جو حركه جانبيه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سيدر جديه اتهيئ بشكل كامل جيرمان جاك، حركة كاملة باليد والذراع. أبكب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خذوا ضيق شباب وحرك يدي للأمام أب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عكس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انزل المس القدم اب. ناخذ تمارين الاستطالة من اجل تجنب الاصابات. 1 2 3. سوى شباب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح نبلش بالادوات البسيطه اللي تعتمد على تمارين وزن الجسم بشكل كبير. راح ناخذ اول تمرين اللي هو جي تي او. ثبت شباب جو 1 4 2. كل تمرين راح ناخذه مجرد 10 ريبس 10 عدات 5 6 7 8 9 10. صراحة ناخذ الكتر بول يا شباب مع بعض. 3 2 1 جو اب 1 10 ريب شباب 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شغلنا العضلة الأمامية للكتف، هسه راح نشتغل على تمارين عضلة الرجل. اب سكوات 3 2 1 جو شباب اب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اجل بول. هسه راح ناخذ تمرين مو شاب شناو على الركبه شابني. شباب جاهزين اب انزل وياي اب. قد ما نقدر نبسط التمرين، كل تمرين راح يكون عندنا 10 ريبس 10 ثواني جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح نختم تمرين الست اب يا شباب. كل تمرين راح ناخذه مدة 30 ثانية إلى 20 ثانية. كون نزل شباب اب
1 انزل 2 3 4 5 6 7 8 طاق شباب ونختمها بتمارين الاستطالة من أجل تجنب الإصابات. اسحب إيدي لفوق اسحب الكوع انزل المس القدم نتمنى اليوم قدمناكم تمارين جديدة، نلتقيكم بفقرات رياضية جديدة، نرجع لكم بسرعة. احنا مكملين وياكم مشاهدينا، ولكن بعد فاصل قصير. مع بداية العام الدراسي الجديد يلتحق طلاب المدارس والجامعات إلى الالتحاق بمقاعد الدراسة بحثاً عن العلم ولتحقيق فرصاً أكبر للنجاح بالمستقبل، ولكن البعض يفضل إكمال دراسته خارج البلد. يتجه الكثير من الشباب حتى يدرسون خارج البلد بحثا عن جامعات عالميه واختصاصات اغلبها ما موجوده بجامعاتنا اللي داخل العراق، وحتى يحصلون قبول من جامعات يمكن شغله كلش مهمه انه ما تراعي شروط المعدل، واضافه الى هذا لغرض اكمال الدراسات العليا. اكدت وزاره التعليم العالي والبحث العلمي انه 33 الف طالب عراقي يدرسون بالخارج من اللي فتحوا ملفات لهم بوزارة التعليم، وأيضا يوجد قرابة 100,000 طالب عراقي يدرسون بالخارج دون فتح ملفات لهم بالوزارة. احنا حتى نحكي عن كل هذه الأمور وتبعاتها، وخاصة الدراسة بالخارج شنو إيجابياتها وهل بها سلبيات، ويانا بالاستوديو ضيفنا المستشار الأكاديمي سجاد أحسان. صباح الخير سجاد. صباح النور. أهلا وسهلا بك. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. بداية سجاد، شوية أحكي لنا على طريقة تقديم الطالب العراقي للدراسة خارج البلد. نعم، طبعاً بالنسبة للدراسة خارج العراق أو خارج البلد من سواء الجنسيات العراقية أو الجنسيات العربية، أنه طالب بعد ما يكمل الدراسة الثانوية أو السادسة إعدادي، بعض الطلاب يلتجون للدراسة في الخارج سواء تركيا أو الدول العربية آسيوية أوروبية أمريكية، فهنا لازم يرتبون حالهم، يحتاجون للدليل الاعتراف بالجامعات العراقيه اللي موجوده هنا اللي كل سنه يتغير طبعا، وهي مشكله كلش كبيره. يعني شلون يتغير؟ يعني بين فتره وفتره جامعات بالخارج، يعني اكو جامعات تعترف بها هاي السنه بالعراق وكو جامعات ما معترف بها بالعراق يعني. هاي شنو؟ اي نعم، فوزاره التعليم العالي مشكله كلش كبيره. نعم، فوزاره التعليم العالي طلقت اخر دليل قبل تقريبا شهرين، اكو جامعات لغتها من الاعتراف في تركيا والامارات واوروبا وكل الدول الباقيه اللي هي بالنسبه للطلاب اللي يدرسون بها اكثر، حتى روسيا يعني. فبهاي الحاله انه الطالب حتى يرجع يعادل شهادته بالعراق لازم يختار جامعه من ضمن دليل الاعتراف العراقي. زين، انت قصدك، حتى بس نوضح الموضوع. نعم. انت قصدك الجامعات المقصوده. أي؟ اللي راح يدرسون بها خارج البلد. نعم. اكو طلاب يدرسون، اكو جامعات ما معترف بها وتروح عليهم فلوسهم وتعبهم. لا، اكو طلاب يدرسون جامعات معترف بها ويرجعون يعادلون شهادتهم بالعراق حتى يتم توظيفهم بالعراق ويشتغلون ويستقرون بهذا البلد، واكو طلاب لا، ما يهمهم موضوع الاعتراف يعني، يروحون للدوله مجرد يوصلون يستمرون هناك بالعمل، يستقرون بالعمل هناك، وبعد ما يكملون دراستهم يكملون ياخذون الاقامه ويبنون حياتهم بالبلد المطلوب بنفسيته. نعم. ومع مع الاسف يعني انه وزاره التعليم العالي حاليا انه يعني حتى اذا طلاب يدرسون بجامعات معترفه، يعني الطالب اذا جاب امتياز بالماجستير او الدكتوراه يرجع لها لازم يسوي امتحان كفاءه يعني. شنو هذا امتحان الكفاءه؟ امتحان كفاءه انه شلون اخذت درجه الامتياز يعني. فاكو بعض الطلاب يعني يعرفون حتى اذا من جامعات رصينه، اي اي
فبعض الطلاب يعني يتفقون ويا المشرف او في شيء انه ما يريدون درجه الامتياز حتى ما يسوون امتحان الكفاءه بالعراق. ها اذا امتياز؟ اذا امتياز يسوي كفاءه ومعادله يعني. واذا مو امتياز؟ يسوي بس معادله. ها ماكو داعي كفاءه. اي يعني هو ماخذ امتياز يجي يختبرون هنا حتى انه هو فعلا اخذ درجه الامتياز بحق او لا. اوكي. اي هذا ممكن انه اكو يعني اكو اختلاف. هاي كل الجامعة المناهج كل الجامعة اختلاف بطريقة التدريس هو الاختلاف طريقة التدريس على المعادلة كل الطلاب تدرس بالخارج يعني ملزمين 100% يعادون شهادتهم بالعراق زين خلينا نحكي على شوية عن الدول اللي حقيقة ترحب بالطالب العراقي من ناحية شلون ترحب بي من ناحية التسهيلات من ناحية القبول إجراءات القبول إجراءات الفيزا بالنسبة احنا يعني عندكم مستشارين أكاديميين وعندنا خبرات بالمجال هذا في كندا وأمريكا وأوروبا بالنسبة للطلاب العراقيين أو العرب يعني هي ماكو شيء إنه تسهيلات لهاي الجنسية العراقية أو الجنسية التركية أو الألمانية أو شيء لكن كلها وفق شروط أساسية من ضمن الحكومة الكندية أو الأمريكية إنه الطالب لازم يوفرها كالحساب البنكي كإثبات روابط كشرط اللغة الإنجليزية الآيلتس حتى إلى حق إنه يسجل في هذه الجامعة ويحصل على القبول الجامعي بعدها يتم التحاقه أو تقديم على الفيزا في السفارة المعنية. وبالنسبة لقرار الفيزا هو يعني كل الدول هو يتبع الضابط الهجرة أو ضابط السفارة نفسه يعني ما يحق لأي شخص أنه ممكن يأخذ فيزا مبلغ مالي أو فلسي لا هاي الشيء مستحيل بصراحة أي صحيح بس أنت ما ذكرت الدول الدول بالنسبة يعني أكثر طلاب تدجي حاليا إلى كندا إلى أمريكا إلى بريطانيا أوروبا بصورة عامة بريطانيا أي بريطانيا بعض الطلاب اللي حاطين أو عندهم البجت قليل يعني حالتهم المادية يعني قليلة ممكن يتجهون إلى روسيا حاليا الدراسة بها أرخص روسيا ماليزيا أيضا جامعاتها قوية ضمن تصنيف شنغهاي صحيح ماليزيا لكن هسه أكثر شيء تتجه الناس والعوائل إلى كندا بصراحة زين هسه إحنا نريد نحكي الواقع ليش الدراسة خارج الدراسة خارج لكون انه هسه بعض انا سبق وذكرت هو اكو اكثر من سبب اكثر من سبب السبب الاول انه ماكو عمل في العراق بعد ما يكمل طالب دراسته سوى البكالوريوس او الاعداديه زين فيحاول يتجه للخارج يكمل دراسه معينه ياخذ خبره كنديه او ياخذ شهاده كنديه بعدها يحصل على اقامه عمل ممكن يعني ويستقر. يعني قصدك اللي يدرس برا ممكن يحصل عمل برا نعم يحصل عمل ويحصل اقامه هي هاي قوانين كل بلد وبعض الناس يقولون لا أنا أريد أهم دراستي برا وأستقر يعني حتى إذا أكو ناس أطباء يعني إحنا مهارات أطباء يجون عندهم عمل هنا ومستقرين بس هم اللي يطلعون خارج العراق يعني يعرفون إنه البلد يعني بعد ما مهتم بهم صراحة زين سجاد بكونك مستشار أكاديمي اليوم أنت ما تقدم بس الاستشارة للجامعة ولا بس مثلا لإجراءات الفيزا وهذه التفاصيل أنت هم لازم تقدم استشارة للاختصاص اللي يخدم هذا الطالب بعد طبعا. تخرجه ويهيئ له فرصة عمل سواء بذاك البلد أو بأي مكان بالعالم أو حتى يعني إذا رجع للعراق طبعا أكيد إحنا من خلال عملنا فشوية خلي نحكي على فرص العمل المستقبلية من خلال الاختصاصات الحالية إحنا كعملنا إنه مستشارين أكاديميين إنه لازم نوجه الطالب توجيه صحيح من ناحية التكلفة المادية واختيار الجامعة واختيار التخصص وفق لمؤهلاته الأكاديمية وخبراته العلمية اللي سبق أخذها في السنوات السابقة وحتى حالته المادية والزوجية يعني فهنا اكثر التخصصات يعني اذا الطلاب الفريش هسه اللي حاليا طلعوا من هاي سكول اللي ما عنده التزامات احنا دائما ننصحهم دراسه تخصصات مستقبليه او برمجيه احنا حاليا طابين على مستقبل برمجي يعني مثل شنو التخصصات مثلا الاي تي سايبر سيكيورتي كمبيوتر ساينس كمبيوتر انجينيرنج الويب ديفلوبمنت ويب اند موبايل ديزاين وهو تخصصات بالنسبه للتكنولوجيا كذلك انه تخصص الام بي اي او اداره الاعمال هذه اداره الاعمال بصراحه هنا بالعراق هاملين التخصص لكن اداره الاعمال بالخارج يعني العمل فيها اللي هي احنا عندنا جزء من اداره الاقتصاد اداره الاقتصاد نعم هناك اداره الاعمال بكل الشركات اللي يقدر يلقى شغل يعني وعمل يستقر بالفتره الاخيره صار اكو مشكله مع الاطباء خاصه اطباء الاسنان بلي. والنقابه قالت ما يصير دا يصير عندنا اعداد كلش كبيره دا يروحون هواي طلاب خارج العراق يدرسون طب اسنان ويرجعون يعني مو بس هاي هي كليات طب الاسنان اللي داخل العراق الاهليه هواي ايه عدد بها كلش كبير انتم هسه بهيك حاله هم تنطون اشعار للطلاب مثلا ترى هذا الاختصاص بيلود وما راح تحصل بفائده السؤال كلش مهم بالنسبه للطلاب الدوليين لا يحق لهم الدراسه التخصصات الطبيه سواء البكالوريوس او الماجستير او اي دراسات عليا في امريكا الشماليه او بريطانيا او استراليا ما يحق لهم نهائيا شلون يعني انت كطبيب اسنان بكالوريوس تريد تكمل دراسات عليا
ما يحق لها تدرس هذا التخصص بأمريكا الشمالية زين أو كندا أو بريطانيا. زين ليش قبل مو كان ما أعرف إذا صحح لي المعلومة مو قبل مثلا الطبيب مكتوب عليه بورد من بريطانيا؟ هاي بورد أو زمالات دراسية. هاي زمالة دراسية. أما الطالب إذا يريد يكمل دراسات عليا كتخصص الطبي فيدرس تخصصات قريبة لتخصص الطبي، يعني إذا هو كطبيب بشري أو طب أسنان أو صيدلة ممكن يدرس بابليك هيلث أو هيلث كير ليدرشيب أو إم بي إي. بس اكو دول اوروبا ممكن يعني، بس أيه. احنا اليوم انت كطبيب اسنان طبيب اسنان ياخذ يحتمل على شهاده عاليه يعني كبرستيج يعني بالمهنه مالته، يعني مثلا على بريطانيا على امريكا على كندا، فبهاي الحاله هو الوقت ياخذ من عنده سنوات كثيره يعني حتى يكمل الشهاده مالته وياخذ البورد او الماجستير من كندا امريكا. وبالنسبه للاطباء احنا حاليا بالدول الاجنبيه نقدم لهم انه بابليك هيلث يعني وأثناء دراسته يقدر يعادل تخصص مالته ويستقر بالبلد. هاي الأطباء هم هيك يردون يعني ما يريد يدرس ويرجع، يعني بعض الناس يريد يدرس ويبقى يدرس ويبقى زين بالنسبة للاختصاصات الطبية وين يتوجهون؟ أي دول؟ كل واحد وشغفه يعني كل واحد يعني اهتمامه وين. أكثر الطلاب قلت ليش تتوجه يعني إلى كندا إلى بريطانيا زين يروحون ما يرجعون. هذا الموضوع شقد له علاقة بالعمر؟ السؤال كلش مهم ايضا، يعني بالنسبه للعمر هو ما يتحدد بالنسبه للجامعات. يعني حتى اذا كان عمرك 60 سنه تقدر تدرس اي تخصص تريده واي درجه علميه سواء دراسات اوليه او عليا، لكن الموضوع العمر يتحدد بالفيزا يعني. زين يعني ليس من المعقول او مو منطقيا مثلا انت اذا عمرك 50 سنه تتقدم على دراسه بكالوريوس هسه، السنين السابقه وين كنت؟ يعني هذا يثير الشك عن ضابط الهجره. ممكن صح. ما راح انه انت ممكن تاخذ حجه وبعدين حتى الاكثريه سبب للهجره ويقدمون لجوء. بس على اي اساس ينقبل بكالوريوس بالاختصاص اللي يريده؟ صح. على شنو المعطيات؟ اكيد لازم هو عنده شهاده الثانويه صف 12. زين اذا ما عنده معدل شيء حسب التخصص اللي يريده، يعني اغلب التخصصات يعني ما تحتاج معدل. اي بعد التخصص الطبي يعترفون بالشهاده اللي احنا جايبيها الثانويه؟ اي يعترفون بها. ما يحتاج معادله او شيء؟ لا ابدا ما يحتاج اي معادله. It's all about money على قولتهم. Yeah maybe we can say that. اذا ما عندك فلوس يعني ما تقدر تدرس. على مود يعني موضوع بالنسبه للجامعات الاجنبيه موضوع تجاري بحت. هو يعني انت كطالب بزنس يعني. ايه بزنس. هو انت كطالبه دوليه رسوم الدفعه للجامعه هي عاده كاقتصاد مالي للدوله نفسها يعني. فانت كطالب دولي يعني يستفادون من الطالب الدولي استفاده عظيمه. نعم. يعني يوصل الماجستير سنتين 30,000 دولار وما فوق. بس اكو دراسه مجانيه. نعم الدراسه مجانيه في اوروبا يعني. أي أوكي. يعني نقدر نقول كل دوله غير ناطقه اللغه الانجليزيه هي الدراسه في نفس لغه البلد مجانيه كالمانيا كاسبانيا ك شنو مشكله فرنسا؟ صعبه. مشكلتها انه لازم تجيد اللغه مالتها يعني. أي. لازم تاخذ كورس لغه او فاونديشن يير. إيه؟ فلازم تكون عندك شهاده يعني حتى تدرس مجاني. زين اي اي بس هاي يعني كل شيء شي علمك زين. الماني بلال اشهر يا اشهر شنو ست اشهر ما تكمله ها لا انا شهر. عندي اصدقائي هسه نجحوا لازم مكثف ياخذ نجحوا بالامتحان وان شاء الله راح الا اللي عايش هناك ابدا عايشين هنا لا اكو ناس يكملون اي درس الماني يا مناسبة. لا والله جديات يا لغه هي مناسبه الماني ونجح هسه السفاره الالمانيه ما تعالج اي طلب فيزا للدراسه فيها اذا ما عنده شهاده لغه المانيه على الاقل بي اينز اللي هو البي 1 او 2 طبعا الدراسه الالمانيه واحده من اصعب اللغه الالمانيه واحده من اصعب اللغات داخل الاتحاد وألمانيا الاوروبي اكثر الدول هي اقتصاديا وبها الشغل ودراسه وفرص. مجانيه بها اي دراسه مجانيه. خلينا نحكي شويه على الاختصاصات الابداعيه يعني الجانب الابداعي، هل اكو طلاب يميلون لهذه الاختصاصات حتى يدرسون برا يطورون نفسهم؟ نعم اكو طلاب مهتمين بهذا المجال نادر. لكن نادرا ما ممكن بس هم بها فرص عمل مهمه بالمستقبل. هو يحكون عن المستقبل بس هو راح يصرف الاف الدولارات يعني ودي ينتظر على مستقبل بعد 5 سنوات يعني هذا الموضوع ياخذ جهد من عده ياخذ عمر ياخذ مبالغ طائله بصراحه يعني. شنو اكثر شيء يعني مركزين عليه حقيقه؟ الاي تي والام بي اي. اي ام بي اي سهل. الام بي اي سهل هو ماستر اداره الاعمال يعني. اي كسوق عمل هو يقدر يشتغل الطالب باي مكان يعني. يعني اليوم انت كماخذ مثلا ام بي اي يختلف عن ماخذ بي اي اللي هو البكالوريوس. يعني ابو الام بي اي راح يشتغل راح يلقى فرص عمل اكثر من ابو البكالوريوس باعتبار خبرته واسعه او عنده شهاده كنديه يعني او امريكيه او اي دوله. اكو دول
مثل كندا هي تفضل تعيين الموظفين اللي عندهم خبرات متعددة. واكو دول لا، يعني انه يعني عنده اكثر من شهاده مختلفه، واكو دول لا تخصص انه يكون متطور بالتخصص مالته، يعني مثلا ماخذ الماستر وماخذ الدكتوراه. قصدك اذا هم داخل البلد مثلا تعينهم يعني؟ صح، لا هذا الشيء ما موجود بصراحه يعني. يعني من خلال تدريباتنا للجامعات والحكومه الكنديه ماكو هذا الشيء، لكن الشخص اللي يكون عنده الاقامه الدائمه او يعني بعد ما ياخذ الباسبورت الكندي بعدها ممكن ياخذ الرخص ويحدد او يكمل ساعات العمل اللي هي محدده له، ممكن بعدها يلقى عمل حكومي، لكن هذا شيء نادر بصراحه يعني. وين اكثر شيء توجه الطلاب او انتم يعني وين تقدمون المعاملات على دول؟ يعني احنا كشركه ستدي 2020 عملنا هو لكندا، كندا امريكا واوروبا بعض الدول. لان اول شيء هي شركه كنديه مرخصه، انا ايضا شخصيا مرخص من الحكومه الكنديه واعضاء الشركه مرخصين. فاكثر الناس يعني هسه تحكي على العراق، الوطن العربي او العراق بصوره عامه يتجهون الى كندا. ليش يختارون كندا بالذات؟ ممكن كندا راح يعني تاخذ من عندك اموال طائله، بس بنفس الوقت راح تاخذ لايف ستايل، راح تاخذ حياه، راح تاخذ استقرار لك ولعائلتك، وراح تاخذ اقامه دائمه. يعني قد تقريبا السنه تكلف؟ يعني البكالوريوس يبدا من 14000 دولار كندي، فالطلاب تتجه الى كندا يعني تقريبا اقل من 12000 دولار. اي تقريبا تقريبا هم يعني عايزين. مو فرق عن العراق، مو فرقي يعني. هو اذا طالب هنا 10 ملايين العراقيه اقل شيء يعني. اي فعلا اكو ازيد صارت. اي فالطلاب تدرس في كندا حتى تاخذ الاقامه الدائمه وتستقر يعني. هذا السبب هو الناس توجه الى كندا، واحنا نتوجه الى كندا بخصوص. واكثر الاختصاصات اللي ذكرتها انه الام بي اي والبرامجيات، البرمجياتي او يعني سايبر سيكوريتي، كل تخصصات تكنولوجيا. يعني هسه اللي عنده طالب اي لازم يحضر له 5 شدات تقريبا مبدئيا. اي مو اقل من هذا الشيء حقيقة يعني. حتى يروح بيها. أنا دائما أنصح الطلاب يعني سواء يريد يقدم أو ما يقدم. زين هناك من يروح هذا المبلغ راح يصير يتحمل كل الأشياء، لو السكن ولا لا هذا يعني بس دراسة، هاي رسوم بس الجامعة. دراسة هو يحتار بروحه هناك. اي هو احنا ندز له القبول الجامعي، يقرأ القبول الجامعي، يشوف مبلغ الدراسي للبروجرام هذا ايش قد، مثلا 30000 40000، بس هذا المبلغ هو يندفع يعني من يوصل للجامعة. بعض الجامعات تطلع ديبوزيت اللي تدفع حتى تحجز مقعد دراسي، والباقي يعني كل سمستر يدفع المبلغ الخاص به. اي مثل دفعات يعني نظام الدفعات. من حساب البنكي مالته يعني، دفعات من حساب البنكي مالته لحساب البنكي مال الجامعه. انا اريد اعرف في شغله هم كلش مهمه خاصه احنا العراقيين، هاي تهمنا، ايش قد الوقت تستغرق المعامله للطالب العراقي؟ يعني الاجراءات، الفيزا، التفاصيل، القبول. يعني مثلا هسه احنا عندنا طلاب، ما دام احنا بادين عام دراسي جديد، فخلينا نحكي على طلاب السادس اعدادي هسه اللي راح يكملون ويتخرجون. نعم بالنسبه قد يحتاجون وقت؟ والله يحتاجون على الاقل، انه لازم واحد يبلش قبل 6 أشهر 7 أشهر من تاريخ الفصل الدراسي المهتمين بهم، سواء الشهر الواحد او الخامس او التاسع يعني. يعني بس انه يتخرج يجيب الشهاده لازم مباشره فورا يعني. اللي يقدم هسه يعني اللي يقدم هسه بهالفتره هاي ممكن بالسادس بشهر السابع يطلع قرار الفيزا سنه يعني. اي على الاقل سنه يعني نقدر نقول، لانه قرار الفيزا هو قرار حكومه كنديه. نعم. بعد ما نجيب القبول احنا، وهذا الحكي يعني هو يعني يقول مضمون. نعم. لو يجوز يضيع سنه هيك. هسه راح اجي لك بالتفاصيل. احنا بعد ما نجيب القبول الجامعي، قبول الجامعي مضمون 100%، احنا عندنا جامعات اكثر من 300 مؤسسه تعليميه. فبالنسبه لقبول الفيزا، هذا القبول الفيزا ما حد يقدر يتحدد به نهائيا، ممكن ينقبل ممكن يرفض. زين لكن هيك خبرتنا بهذا المجال ممكن نقول الكيس مال الطالب او ملف الطالب الدراسي، وايضا هي تبقى قرار السفاره. إذا هاي ورا 6 أشهر أو 7 أشهر الانتظار، إذا انقبل هو خير على خير رايح، إذا ما انقبل فلازم يتم التقديم من جديد. من جديد؟ إي، وهي أيضاً ينتظر 6 أشهر. هم يحتاج معدل؟ جاوبتك قبل شوي، اكو تخصصات يحتاج معدل إلها، واكو تخصصات ما يحتاج. إيش قد يعني قصدي؟ لا مو أنا أعرف لازم معدل، بس يعني هم مبالغ به مثل إحنا عندنا؟ لا لا، مثلاً هسه إذا معدله 50 يقدر يدرس بيولوجي. حلو. إذا يعني معدله 50 يعني الطب مو إلا 102 لا ما له علاقة. حتى إذا معدله 50 مثلا بالبكالوريوس تقدر تدرس ام بي اي ماجستير. حلو حلو، خوش معلومات وأكيد تفيد الطلاب، خاصة احنا يعني بعام دراسي جديد، فحتى بالنسبة لل دي يحضرون إنه يخلصون السادس إعدادي هم يتهيئون إذا بالهم إنه يدرسون برا. هو هذا الوقت جدا مناسب. سؤال أخير، تبر الذروة.
اللي تعرف انت طلبة الاعداديه بعدهم بعمر صغير أي. وهذا من يروح من ينقبل شلون يروح وحده؟ يعني ممكن انه يرافقه شخص هنا اذا هو عمره تحت السن القانوني اللي اصغر من 18 ممكن يخلي مرافقه ويا الام او الاب زين. اما اذا عمره اكثر من 18 سنه لا هذا هو راح ينجبر يروح وحده ما يسمحون لي. ما يسمحون هو يسمحون بس احنا من نقدم مثلا الام والاب ويا راح يصير ملف الفيزا ضعيف يعني نسبه الرفض راح تكون عاليه فاحنا ننصح الطالب بالسلبيات والايجابيات بصراحه يعني ومن خلال هذا يعني اللقاء والقناه التلفزيونيه يو تي في يعني احب انصح الطلاب انه يختارون ناس مرخصين يعني يعني اليوم احنا بغداد او بالعراق بصوره عامه يعني اي شخص مثلا يقدم وحده ويحصل فيزا يسمي نفسه مستشار هجره قانوني كندي والمستشار الهجره قانون ما حد يقدر ياخذ هاي الرخصه بس الكنديين بصراحه يعني اي فالناس اليوم تتجه للناس المرخصه قانونيا اللي عندها خبره بهذا المجال كلش نشكرك احنا نشكرك سجاد اتمنى لك يوم طيب لكم. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين وياكم أهلا بكم من جديد وننتقل وياكم إلى آخر أخبار عالم التواصل الاجتماعي مرة جديدة يظهر اسم الناشطة العراقية الأيزيدية نادية مراد وهذه المرة ضمن مشاركتها بالقائمة السنوية تحت 30 لفوربس الشرق الأوسط وتشارك مراد عن فئة التأثير الاجتماعي وهي تشغل منصب رئيس مبادرة نادية وتبلغ من العمر 29 عام وكانت مجلة فوربس الشرق الأوسط قد أطلقت قائمة مؤلفة من الشبان والشابات المبتكرين المبدعين قادة المستقبل ورجال الأعمال دون 30 عام والذين أثبتوا بصماتهم في المنطقة وخارجها من خلال مواهبهم الواعدة يبحث الكثير من الشباب عن فرص عمل ووظائف تناسب رغباتهم والتزامن مع ذلك أعلن القصر الملكي البريطاني عن وظيفة شغلت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث يبحث عن موظف طيار براتب مجزي راح يكون مخصص للعمل مع كبار الشخصيات يعني هي بحد ذاتها الوظيفة بغض النظر عن الوظيفة بس المكان مهم يعني يثير شغف واهتمام صح. وحب الكثير من الطيارين طبعا وفق ما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية فإن طيار الهليكوبتر أو المساعد الذي سيقع عليه الاختيار سيكون فردا في أعضاء النخبة الخاصة برحلات الملك تشارلز الثالث وسيكون مقر العمل في قاعدة تابعة للقوات الجوية الملكية وسيحصل الطيار على راتب جيد وإجازة سنوية مدفوعة مدتها 5 أسابيع حلو 5 أسابيع يعني شقد بس دقيقة بس خلنا نحسب شهر وأسبوع شهر وأسبوع لا دقيقة 5 أسابيع شقد إيه؟ أعرف يعني أعرف قريب كم يوم يعني 35 يوم 35 يوم عنده إجازة حلو إيه؟ حبيت الوظيفة طبعا نبقى بمواقع التواصل الاجتماعي حيث سادت حالة من الدهشة بالعالم وحتى الوطن العربي بعد ما لاحظ رواد التواصل انخفاض حاد بعدد المتابعين على موقع فيسبوك دون أي سابق انذار وكانت المفاجأة الكبرى في الحساب الخاص بمؤسس فيسبوك مارك اللي خسر خسارة فادحة بسبب ما يعتقد أنه عيب تقني طبعا عدد متابعي مارك كان 119 مليون وانخفض إلى 10,000 متابع فقط بالإضافة إلى أن بعض الحسابات القوية أيضا أعلنت عن فقدان متابعيها وبعض المختصين يعتقدون أن شركة فيسبوك بدأت بالقضاء على الحسابات الوهمية وهو يؤدي إلى خفض عدد المتابعين ومن اللي وقع بها أول واحد هو أول واحد صاحب الشركة هو أول واحد بالمناسبة أكو ناس قالت أنه هذا إجراء يعني مفتعل يعني حتى على حساب الشخصي يعني انه حتى القانون اول ما يطبق على صاحب حتى ليلومون ناس انه جزء هو بها هدف اخر تجاري
بس حتى لا يلوموا الناس انه خفض حسابه حتى يقولون هو المتضرر الاول. بس من 119 مليون لل 10000 هو ابو فيسبوك عادي باكر يسوي 19 مليون. يعني هو الرجال بيده كل الستيرن او الطوبه بعد بكيف. يعني اي اي ما يهمه هو اصلا هذا الموضوع يعني. اي اي بس هو اصلا فيسبوك بس هو بس هي الفكره انه هو ليش إيه؟ عنده حساب عالي. هو حسابه عالي مو لانه يعني مثلا مشهور او مثير للاهتمام، لانه كل من موجود على هذه المنصه يتابع باهتمام اخر الابديتس عن طريق حسابه. زين مو بس هذا، واكو موضوع مهم انه احنا عندنا بالعالم كله مو بس بالعراق انه الفيك اكاونت. صح، يعني الشخص الواحد هسه اي شخص تلقيه عنده فد 10 اكاونتات ويتركها طبعا بعد سنه سنتين راح تتراكم هذه الاعداد الكبيره من الاكاونتات. لذلك صح. عندنا ملايين الاكاونتات اللي هي وهميه. صح. على خشبه المسرح الوطني في بغداد اطربت الفرقه الوطنيه للتراث الموسيقي بقياده المايسترو علاء مجيد مسامع الحضور في حفل شهد زخما جماهيريا كثيفا، حيث أدت الفرقة عديد الأغاني والألحان التراثية اللي ذكرت الجمهور بنغمات غابت عن الأجيال الجديدة. زميل علي كان حاضر وعدلنا هذا التقرير. الحقيقة هذا اليوم حفل الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي كان حفل مهم جدا في تاريخ الفرقة. اليوم الجمهور كان الحاضرين بعدد كبير جدا، أكثر من يعني اللي أجوا ورجعوا للأسف اليوم كانوا عدد جدا كبير. تفاعل الجمهور كان يعني شيء غير طبيعي، وأنا حقيقة شخصيا بصدق ما كنت متصور أنه الناس تهتم بالتراث لهذه الدرجة وتتابع وتستمع وتتفاعل لهذه الدرجة. ويبدو أنه إذا ما أخذنا المثل القائل أنه العملة الجيدة تطرد العملة السيئة، فأعتقد اليوم لما يكون فن صحيح ومحسوب ومدروس ومؤثر حتما يكون له تأثير إيجابي بالمجتمع وعند الناس حتما أكثر. هاي خطوة جبارة من الفنان علاء مجيد، وهو في هذا المضمار ناجح جدا، واللي أثلج صدري أنه قدموا جزء من أعمالي أمام الجمهور والجمهور جاوب وياهم. فتحياتي لهذه الخطوة الجميلة، فرقة التراث العراقي وفرقة ضخمة جدا، يعني ماخذيهم خامات صوتية جميلة جدا للمستقبل، تبشر بخير. إمكانية الكبير والأستاذ الحبيب المايسترو علاء مجيد طبعا تعب كلش عليه وخلانا نغني بكل أريحية وخلانا نعرف شنو الإيقاع وشنو الدم وشنو الموسيقى أصلا، وكلش يعني تعب عليه وخلانا نطلع هيك مسرح وغير مسرح وغير مسرح وكذا، فخلانا يعني متمكن يعني نقول، والحمد لله إن شاء الله نقدم شيء أحسن وأحسن. اليوم بدت
الفرحة بوجوه الجمهور. اليوم انكتب أول جمهور للفرقة الوطنية. الحمد لله والشكر تعبنا ما راح بلاش، تعب سنة كاملة تدريبات ويا القائد المايسترو علاء مجيد. اليوم مثل ما شفت حضرتك الجماهير متفاعلة ويا التراث العراقي، هذا دليل على حب هذا الجمهور إلى التراث العراقي وحبهم إلى بلدهم العراق، وهذه الهوية اللي الحمد لله والشكر دامت ومستمرة وبعدها ولا زالت مستندة على هذه الهيكلية، على هذه الفرقة اللي شفتها اليوم، الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي. لازم أنا أحكي. يلا أحكي. أكو موضوع مهم أريد أحكي على كل هذا الحفل وعلى الأستاذ علاء مجيد، الشخصية الموسيقية المهمة جدا. صحيح. عندنا شخصيات كلش هواية موسيقية وكلها مهمة، بس أستاذ علاء مجيد اليوم خطوات اللي دي يخطيها خطوات حديثة، خطوات فعالة، مثل أول تقريبا هو من الأوائل اللي وضعوا قيمة للحفل هذا، خلوا بأجور البطاقة، البطاقة بها التذكرة هاي لازم يدفع مقابلها أجر حتى يصير إلى قيمة، حتى اللي يصير إلى فائدة مردود مادي على الأقل للفرقة اللي دا تشتغل، حتى يستمرون يقدرون يقدمون أكثر ويصير عندهم حافز أنه يقدمون بأكثر من مكان. إحنا عندنا مشكلة كانت أنه هذه الأمسيات هذه الحفلات ما بيها مردود مادي، فيشتغلون مرة مرتين. غير ثقافات بغير دول. فعلاً. مردودها المادي عالي، الموسيقي نعم. عايش حياة كريمة ومرفهة بالنسبة للباقي خلينا نقول الاختصاصات. فعلاً. يعني الشباب اللي يقدموا يستاهل. ليش أنا أروح يعني أكثر العوائل ينطون مبالغ لتذاكر بقيمة عالية جداً، أعلى بعشر مرات يجوز من قيمة هذه التذكرة. لأماكن هسه ما نريد نقول احنا ايش قد مستوياتها، بس هذا الموضوع لازم يكون له قيمه. فأنا اشكر الاستاذ علاء مجيد على كل اللي دا يقدمه للثقافه وللموسيقى. اكيد طبعا، واحنا باقين بالاجواء الفنيه اليوم راح نحكي على فد موضوع يمسنا كلنا كعراقيين، وخاصه انه ويانا ضيف هو راح يتحدث عن هذا الموضوع. اليوم راح نحكي عن لوحه انجزها الفنان العراقي باسم مهدي، او باسم المهدي عفوا، اللي رسم لوحه ضخمه تقريبا تقدر مساحتها ب 2000 متر بهور تشبايش بمحافظه بيقار، حيث امتدت مثل ما قلنا على مساحه 2000 متر، تحمل عباره انقذوا الاهوار، وذلك برساله او تشير الى رساله الى خطوره الوضع وازمه الجفاف اللي تضرب الاهوار. طبعا رسمت اللوحه العملاقه بالخط الكوفي العراقي على شكل خيمه كبيره، وهي مصنوعه من ماده القصب اللي هو الحصير او كما تسمى عند سكان الأهوار البارية. طبعاً تكفل المهدي بالكلفة المالية لكل ما يخص تنفيذ هذا العمل، رافضاً الاستعانة بأي دعم من أي جهة مستقلة أو حكومية، لا سيما وأنه يشوف أنه هذه الموضوع كانت يمكن هي أحد أسباب تفاقم هذه المأساة. وحتى نحكي عن الموضوع أكثر ونحكي عن هذا العمل اللي هو قبل ما يكون فني هو إنساني، أرحب بأهلاً وسهلاً. صباح الخير. صباح النور. يا هلا بكم. جبنا لكم اليوم باسم المهدي من الناصريه، جبناه هنا. بيكم. والله عمي الله يساعدك. الله يكرمك. هسه على الجايه على 2000 متر. لا اثنين. ايش نحكي يعني؟ طبعا انت صانع هذا العمل الفني والانساني. بدايه احنا الكل العراقيين لاحظنا اعلاميا، وما شاء الله يعني الجهود الاعلاميه ما مقصره انه احنا نشوف هذه الماساه، وماكم خطوه خلينا نقول حقيقيه بالموضوع. احكي لنا اول شيء، خلينا نحكي على العمل الفني بعدين نرجع نحكي على الموضوع. العمل الفني بالاساس انا
كنا رايحين المدينة الشبايش قبل شهر يعني ردنا نوثق الموضوع كتصوير فوتوغرافي. عندنا احنا كان معرض بالجفاف 2015 اسمه استغاثة وبهذا السنة ردنا نسوي معرض. فمن رحنا شفنا حجم المأساة كانت جدا كبيرة. بالواقع نشوف بالواقع يعني احنا رايحين وهاي المكانات يعني حتى قبل سنة يعني من تروح كانت مزدهرة وسياح ووضع كلش كان يعني مبشر، وخاصة بعد ما تسجلت باليونسكو. بعدها من رحنا هاي الروحة يعني فشي صادم، هاي الناس اللي كنت انت رايح لها ما تلقاها يعني مهاجرة يعني عايفة مكاناتها ورايحة تجري ورا الماي يعني وين ما اكو ماي قريب يروحون. اي فبالنسبه لي يعني انت ما كان ببالك العمل؟ لا 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 ابد بالبدايه يعني قبل شهر لا ما كان ببالي. من رحنا هناك شفنا الوضع يعني بهاي الصوره مستمرين احنا صورنا، وهذا انه نشتغل المعرض استغاثه اثنين كمنتدى فن الفوتوغراف اخواننا المنظمه مجتمع مدني اللي انا من ضمنهم. بس انا بنفس الوقت قلت اريد انا فشي نشتغله بحجم هاي المأساة اللي صايرة فشي كبير زي. يعني بالأفكار بالمناقشات ويا الأصدقاء وصلنا إلى أنه أشتغل أكبر عمل بالعالم أنه يكون بالخط الكوفي. هاي كم واحد وياك؟ أنا بالنسبة لي يعني وياي هنا أنا سبعة. إحنا سبعة؟ أي سبعة، اثنين مصورين وإحنا خمسة نشتغل. لا اللي يشتغلون بالرسم بالرسم خمسة. خمسة التخطيط شلون بدأ؟ قبل شهر احنا بدينا نصمم، صممته كش اسمك على ورق بالحاسبه يعني. انا اساس شغلي خطاط ورئيس جمعيه خطاطين فرع ذي قاف، فبديت مصمم فبديت اشتغل على التصميم. هاي 2000 متر حتى الناس اللي تعرف ايش تشوف. هذا اخر مجرى، هذا من الصفحه اخر مجرى من الماي بالهور هذا اللي واصل لهنا لهم، فهو يعني هذا المكان مقصود. رحنا درسنا المنطقه لحد ما وصلنا لهذا المكان. شيء حزن يعني مؤلم جدا من هذا. فمن نجي انا حطينا ال 2000 متر من تقول 50 في 40 متر بالواقع صارت مرعبه. يعني انا بالي انه على راحته واحد يشتغل 50 في 40 زين. بس من نجي انا خلينا الفيته تخلص 50 متر ماكو نهايه للموضوع. فأنا الحاصل لحد ما اشتغلنا عليه شغل يعني. بس هذا القوس شلون؟ هذا القوس اشتغلت شو اسمه، اشتغلت انا في رجال قياسه 18 متر نصف قطره 18 متر موجوده يعني بالصور. هذا الفرجال الادوات ايه هذا الفرجال اشتغلناه ركزناه بالمنتصف. بس اخذ من عندنا تقريبا 3 ساعات بس رسم الحدود للمستطيل حتى نقدر نشتغل الداخل. طبعا يعني الموضوع بقياسات وانت جايبه ما شاء الله يعني. لا هو كان شغل يعني هذه أول تجربة بهالحجم؟ أنا هو أشتغل بالإعلانات وبالخط يعني من 91 زين. بس يعني بهذا حجم لا مشتغلين يعني مشتغل بهواي أماكن إعلانات كبار بس مو بهيك حجم يعني. هو ما سنت أنا بالبداية من بداية الفكرة قلت أسجله بجينيس رأساً يعني كل شيء أكثر طبعاً. يعني أول شيء أول لوحة تشتغل خاط بال مادة الباري أكبر لوحة أكبر حرف أليف يعني أكبر قوس نقول على الأرض يعني هواي أشياء يعني هواي أشياء ممكن تقدر تسجلها. بس يراد له 3 أشهر الموضوع ما يعني كتسجيل وتواصل وياهم هم ما يريدون العمل متكامل يريدون يبدون وياك من الصفر صح. فأنت لا تنتظرهم يعني تروح يعني هاي الاستغاثة للناس هيك يعني صح هو صح. برغم ما هو شغل إلي يعني مردودة معنوي هذا بس بالوقت نفسه هو موضوع إنساني أكثر من هذا. فتركنا ذاك جينيس واشتغلنا على الإعلام اشتغلنا عليكم إنه أنتم متواصلون العمل يعني طبعاً. بس أنا أرد أعرف المصورين ساعدوك بالقياسات الكاميرا الدرون تساعد الدرون من نخلص مرحلة نصعدها نشوف إنه شغلنا مضبوط ولا فكان كم يعني حصيره؟ 80 حصير قياس الوحده 2 متر في 6 متر في 6 في 6 في 6 لا يعني كبيره اي يعني كبيره ما تنشال زين. هاي التكاليف من تحملها؟ انا تحملت والله اي والله
80 حصيره اشتريت؟ لا لا ما اشترينا، اجرنا هني ايجار لان ما راح نستفاد. هم اجوا جابوهن ولفوهن وغدوهن بعدهم. ابي اجرون يعني؟ لا هم يعني هو المقترح، احنا رحنا وتناقشنا، هو هذا الشهر نشتغل عليه يا ابو هذا الوضعيه هيك، احنا نريد نشتغل لكم هنا هذه، فالناس يعني وافقوا انه يعطونا ياهن ايجار ونرجع. هم زين؟ لكن زين لان هذا الوحده تقريبا تصير ب 10,000 اذا مشترى، يعني انت 80 800,000 وشيلهن ب 10 دقائق. اي صح، يخلص ورا التصوير ولفينا نروح. اي بس ما شاء الله شغل حلو. انا كنت اتمنى انه هذا يبقى هذا الشكل وتنشال الحصيره يصير بصبغ او بطريقه، يعني صراحه المفروض يثبت هذا. هو يثبت يعني انا قبلها بنفس اليوم من نشر الموضوع اتصل بي يعني شخص ما اعرفه انا، قال انا اريد اسجل هذا بجوجل مابس زين، يعني او بش اسمه بجوجل ايرث، اريد اسجل الموقع حتى العالم يشوفه بالاقمار الصناعيه. نعم بالواقع قلت له راح هو الشغل، ماكو ما موجود الشغل، اكو نقطه انا مخليها جو عليها الولد الصحفيين ولا قلت له بس هاي النقطه بس، هو كرسم باقي بس الخطوط الابيض اللي بالجص بس كعمل راح يعني شال. ايش وقت انت بلشت بالعمل؟ قبل ايش قد؟ قبل كم يوم؟ قبل شهر. قبل شهر؟ قبل شهر بس كتنفيذ بيوم ال بيوم ال السبت، السبت راح. يعني ايش عجب ما وشنو كانت الاصداء بالاعلام من نزل هذا الفيديو؟ بالبدايه انا يعني عندي اصدقاء كثير يعني اعلاميين وهذا، ف وصلت لهم الموضوع نشروه بجروب الاعلاميين والمصورين، يا باكو عندنا هيك مشروع باكر نطلع له بالخمسة الفجر، يعني اصدقائنا هم المصورين الموجودين. الناس ما تتخيل الموضوع. انا هسه لو جاي اسولف وياك بدون ما اشوفه اقول لك اكو لوحه قياسها 2000 متر، تقول لي ايش يودينا للشبايش 100 كيلو رايحين بالحر نصور؟ لا تصور. لا لا هو ما من بالواقع انت منشور تقراها تختلف ان انت تشوف بالدرون تنزل طبعًا من انت طبعًا من الارض او تصعد منها 90 متر يلا تنشاف فيه. صح صح. هو اكو مساله انا اريد تعرفها، المسؤولين بالمحافظه شنو قالوا؟ هسه اقول لك. ايراد الهموي هاي. اي لا المسؤولين انا ما اردت اقول لاي واحد. هم المسؤولين قاعدين ميلو 7 سبعين راد الأمو. لا لا شو اسمه المسؤولين ما تقدر تصارحهم يعني. أنت أي واحد تقول له هو راح يفرح بالموضوع، تعال خلنا نتبناه، أتبناه حتى لو أجيب لك 4 رجال شرطة وهذا يوقفون وياك أو سيارة نقلك أو حتى يتبنى موضوع الباريات يجيره كله نفسه، أنت عندك مشكلة وياهم. صح. احنا مشكلتنا ويا اللي القائمين على المسؤوليه. لا بعد بعد الحدث ما قال ما كرة فعل. لا 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 ابد ما يصير، هو مو يهمهم الموضوع. ها ما يدرون الموضوع يهمنا احنا. اي اي والله لحد الان على يعني حسب اصدقائي وصلوا لجروبات خاصه بداخل الحكومه. اي يعني وصلوا الصور والهذا ماكو اي تاثير، ماكو ما يصير. ايه موضوع يعني هو يهمنا احنا فنانين، يهم يهم الناس اللي اللي تحب البلد وتحب. ايه صح يتاثرون يتفاعلون. ايه صح. ايه. الشعور ما بين سنه واليوم، ما بين زيارتك قبل سنه للاهوار واليوم، الشعور نتج عن هذا الموضوع يعني الشعور الصادم يعني انت رجعت مره ثانيه تسوي العمل يعني انت جيت؟ لا اجينا وبدينا نحضر للموضوع، رجعنا 3 مرات بعدها انه نخطط المكان ونختاره، لان مو كل الناس تقبل انه انت تشتغل على ارضه ولا يعني ولا اتصال هاتفي ايجار. لا لا ابد 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 لا والله ابد لا. واحد اللي اللي كم يوم صار هذا الحكي؟ هذا اليوم ثالث رابع، اليوم الرابع على الانجاز. على الانجاز وابد ما حد اتصل ما؟ لا ابد. زين ليش انت تقول مو كل الناس تقبل تخطط على الارض؟ هي هاي وين صايره بالضبط يعني؟ هي هاي مو ارض حره؟ صح انت تشوفينها ارض مفتوحه، احنا نشوفها ارض مفتوحه. ارض مفتوحه بس هاي مال الناس، هم يقول لك هاي ارضنا. يعني هاي أوكي. ارضنا احنا، واحنا نشتغل جو لان ما يعرف انت جاي تسوي. زين تراوي ورقه يا ابو هذا انا راح اكتبها هنا، اي هاي الاطفال تقول لك راح يصير ملعب مال خماس. اي اي مثلا جماعه شو اسمه الناس يقولون راح يبنون مدرسه.
اي ناساي فهم ما يتوقعون من الارض كل شيء ما يشوفين صح يعني من انت الأرض انت بمستوى العمل يعني بالمستوى العمل ما اشوف 2000 متر ما اشوف كل شيء صح بس من الطير عود يلا تفتهم الوضعيه الناس على ما احنا هذا الطيران صار بالخمسة العصر يلا كمل ايه العمل بس خوش وقت تقدر. بالخمسة العصر ايه زين بس احنا انتهينا من الخمسة العصر اي فقلت له يعني الناس ما تقبل اجونا قالوا يا ابو هاي قاعنا انتم جاي قالوا يريدون نسوي مدرسه يا عمي لا هذا موضوع يخصكم اي موضوع ثاني فمن راوينا وقال النتيجه انه من تروحون تشيلون ذا غلطتكم يا بأي شيء قالوا بظلوا ما قول لهم احنا ترى ما لنا علاقه بالدوله ولا احنا ناس متبرعين انت من تحكي مو هي اكو مثلا منظمات او ناس تشتغل اللي جاي يوصلوا لهم كنا على حساب جراحهم جاي يستلمون فلوس من برا صح فهاي تجارب يعني واصلت لهم من انت يشوفك يقول لك هذا لازم يستفاد ايه يعني لازم يستفاد انه راح ايه يعني هذا جاي يسوي هيك على مود جاي وخابص روحه وجايب ناس ويدفع فلوس ملشومين هم ملشومين بالضبط بالضبط فيحاولون انه هو يقول لك احنا ما نريد واحد حتى يعني هم مالين تعبانين يعني من هذا صح الموضوع ايه صح الله يكون بعونهم صح شلون شفت الوضعيه يعني هم نسحوا من هاي الاماكن اللي انت رحت لها كثير ناسحين يعني حتى هم واحنا موجودين هم قسم يعني نص العائله مسافر لغير مكان ونص باقي يعني انا بدايه المشروع يعني خططت بداخلي انه من اروح اشتغل نشتغل ماي قبل لا اقرر على الباري يعني ماي نحفر المكان ونترسى ماي وحتى ذا يجيف فهو هم نفس الرساله يوصل يعني احنا جايين نسولف عن نفس الموضوع بس الحفر هذا غير موضوع الحفر غير موضوع ومن شفنا المساحه وبنفس الوقت الماي ماكو يعني هم يجيبون تناكر يحطون باحواض يشربون الحيوانات مالتهم يعني مو انت تجي تترس القاع ماي وتجيب لا ماكو يعني هاي انت حتى اي هذا الفرع الصغير اللي واصل هو هذا يعني الاخر مجرى يوصلون به بالبلام يعني يوصلون لاهلهم ومن عنده يروحون يعني ايش بس وضح لنا الصوره بما انه انت رحت هناك يعني وين يوقف البلم يكملوا مشي هذا شوف هذا المجرى هذا يوقف يعني يوقفون هنا ومن عندها بدت اللوحه هو احنا هذا يعني رساله حتى بالصوره بنفس المكان قبل اللوحه هذه كان اكو مجرى قبل هالعام لا كان ماي هذا كله ماي هذا ماي هذا لحد اللوحه كان تصعد الناس هي تصعد من عند البلم وتطلع ايه هيك هذا هسه يعني انت مو على قاع سويت لا هو على احنا هسه سوينا على قاع لا ايه يعني بس القصد بس قبل ما كان ايه كانت زين المن هاي انقذوا الاهوار المن تقول والله هي انقذوا الاهوار للكل يعني كل واحد يقدر يساهم بانقاذها يساهم بما فيها هي الحكومه الاكثر ايه الدول المجاوره يعني نتمنينا انه مثلا توصل صداها يعني القنوات او مكانات تقدر مؤثره انه تطلق شيء من الماء يعني هم يفرحون هسه يقول لك قال الوزير راح اعطيكم كل اسبوع سنتيم ارتفاع من الماء قال الوزير راح فهم فرحانين هذا الانجاز يعني يعني تشوف الخيال يعني تخيل الوضعيه اللي صايره يعني مؤلم يعني ما اعرف فاحنا من اشتغلت هو هذا الشغل يعني اردت انه يكون صدق قوي احمد الله وشكرا انه الناس يعني تفاعلوا وياه بشكل مو طبيعي بالسوشيال ميديا اصدقائنا بالاعلام يعني بالبدايه احنا سولفنا على الاعلاميين من دروا بعدين من رجعنا صار الاتصالات قبلها من رحنا قناتي ما كانوا يتوقعون قناتي وصلتنا العراقيه وصلتنا دجله بامر من بغداد لأن إحنا علاقاتنا هنا بأصدقائنا فقالوا لهم تروحون وياه ما مفتهمين الفيلم يعني إجوا بثمانية الصبح إحنا بعدنا دز جوز كل شيء ماكو قالوا هاي لين تتكمل قلنا المغرب قالوا إحنا راحوا قالوا قاعدين من ثلاثة نجي نصور ونرجع شنو أنتم قلنا هذا الموجود ظلوا ويانا تغدوا وهذا وبعدين صوروا وخطي بقى ويانا ودجلة إجونا بعد الظهر بس البقية جماعتنا هم الإعلام البناصرية ما قدروا يجون لأن ما مفتهمين من طلعت بالفيس وش هذا قالك احنا سوينا بروحنا نروح هو أي أحد بمكان أو بمستوى العمل مثل ما ذكرت ما راح يفهم
شنو الموضوع الا لازم على يبتعد يصعد. الفيديوهات اللي انتشرت كلها هي فيديوهاتنا الخاصه به يعني القنوات طبعا كلها. لان انت صاحب التصوير صاحب التصوير له واللي جاي ما متوقع يعني انه هو مثلا يراد يصور من فوق الكاميرا العاديه جاي بكاميرا العاديه ما تدري ما يعطي اي صوره صوره وجهي صورونا احنا نفرج احنا بنهايه حوارنا حتى يعني صراحه انا اريد بس تذكير يعني لا اكثر ولا اقل تقدر اوس طلع لنا اللقطه اريد اقول هذه هذا الانسيرت وهذه الصوره اللي راح تظهر بالشاشه اي المفروض تو ويندو يعني زين هذه الصوره هذه بالناصريه باهوار تشبايش اني هذا حتى ندزل للمحافظ الناصريه السيد المحافظ نقول له يا ترى هاي بمحافظتك اكو هيك شخص اسمه باسم المهدي قدر يصنع هيك لوحه 2000 متر 2000 متر فانت حضرتك اذا ما تدري نتمنى انه هسه انت عرفت انه عندك هيك شخص قام بهيك مبادره نتمنى من حضرتك انه تساهم بارسالها الى الجهات اللي مؤثره على الاهوار وبالقرار على انه اعاده الاهوار لانه صراحه وانت اعلى سلطه بالمحافظه فالمفروض انت حضرتك اللي تهتم بهذه الاشياء وتعطي دعم لابنائك اللي يقدمون هذا الانجاز بشكل شخصي بشكل صح شخصي بشكل شخصي ويمكن هاي 800 الف مال الباريات يمكن هي ما تعادل ريوق من ريوقاتك اذا عازم لك كم واحد من جماعتك فكلش طبيعي تقدر تقدم هذا الدعم لابنك او اخوك خلينا نقول سمحوا لي ما استقبل لا لا مو دعم لك وانما يعني دعم يوصل الرساله انا احكي يوصل الرساله لا احنا نوصل رساله القضيه باسم لانه هذه القضيه هي مو بس قضيه فنيه يعني انت كفنان تعبر بقلمك تعبر بهذا العمل اكو شخص ممكن يعبر بلوحه يعبر بموسيقى باغنيه اليوم القنوات التلفزيونيه واحده من عندها قناتنا اليو تي في نعبر باستضافتك واستضافه اي شخص يلم هذا الموضوع لكن لازم توصل لاصحاب القرار ولازم يتخذون اجراء بحق هاي العوائل اللي عايشه سنين على هذا الموضوع بالضبط يعني هذا هو اللي جاي يصير انه انت من يجف الماي تروح السمك يروح يعني الجاموس تختفي الحياة الناس تروح يعني هذا تغيب هذا الحياة بكل بساطة يعني صح. انت هاي العوائل اللي احنا يستضيفونا ناكل عندهم نقيمهم نصورهم يعني بكل حياتهم موقع الدنيا الدنيا مهتمة به مو احنا العالم كرة أرضية كلهم مهتمة بهذا الموقع تجي ما تلقاهم يعني قدام عينك وما حد له علاقة يعني. كلش نشكرك وهاي المسافة اللي قطعتها هذه يعني مهمة يعني انتم يعني اصحابي المفضل علي ونريد نريد استضافه ثانيه واحنا فرحانين بالاهوار والله اكيد ان شاء الله حتى نحكي على الفن ونحكي بطريقه ثانيه ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق لك شكرا لك باسم مشاهدينا بعد هذه الفقره ناخذ فاصل اهلا بكم مشاهدينا من جديد طبعا احنا باقين وياكم بعالم الفن والابداع وبعدنا ايضا بتحديدا عالم الخط واليوم راح نحكي عن الخط العربي واللي بدا من الكوفه ولهذا سمي بالخط الكوفي واللي انبثقت من عنده كافه اشكال الخطوط الحاليه وللخط فن واهميه وقيمه كلش كبيره بالفقره الجايه راح نناقش هذا الموضوع ويا ضيفه اليوم ضيفتنا هي فنانة تشكيلية فضلاً عن كونها خطاطة للخط الحديث أكثر تجاربها الفنية موجودة بعالمها اللي صاير ميكس ما بين الخط والرسم رحب بضيفتنا هديل أهلاً وسهلاً بيك أهلاً وسهلاً هديل أهلاً بيك هديل يعني
خلينا نقول اللي الشباب اليوم اللي بعمرك بعيدين عن الخط. يعني الاغلب يعني ابتعد عن هذا الفن وصار هذا انت جابك على هذا الموضوع فجاه. ها شلون؟ ما اعرف شلون بديت بالخط 2019 شهر التاسع. زين. كنت قاعده اني عامه اكتب بالانجليزي مزج، فقلت انه خلي احسن من خطي بالانجليزي اخذ معلومات. فجاه قلت عوف الانجليزي حاولي على العربي. اوكي. بحثت كتبت أنا ما كان عندي أي فكرة عن الخط نهائياً. كتبت اسم أختي بالخط العربي على جوجل، كتبت اسم هنادي بالخط العربي، طلع لي بالخط الثلث. جبت قلم جاف عادي ودفتر كتبته وطلع وياي الخط ماشي. زين. أيوة أختي وزوجها هم اللي دعموني. شافوا وشجعوني ودعموني وقالوا استمري. حلو زين. هسه شجعوك وتستمريتي، احكي لنا بعدين شلون طورتي نفسك، شلون قوى الخط عندك؟ صراحه اني مبدئيا ما درست ولا شفت كراسات ولا يوتيوب ولا اي شيء. الحالي ما اعرف الحالي، يعني مثلا اشوف فكره تخص الخط، مثلا الخط الديواني، احاول اني اضيف فكره من راسي بخصوص الخط. يعني بس هو الخط بقواعد الثلث بالضبط بالذات بقواعده، بس اني شويه كاسر القواعد. اي اني شويه اضيف. خلينا نشوف بعض من اشياء. هسه هذه شنو؟ هذا الرسم مال وان لاين. هسه هذا ما له علاقه بالخط؟ لا. انت ترسمين؟ بس هذا النوع الرسم، اختي رسامه اني. اللي هو مثل التخطيط. زين احنا ما جينا الا على الرسم. زين. هاي طلعين من قلبك انت. مرات اشوف، اكثر شيء اشوف الون لاين بعدني ما متعلمته. هذا الخط. هسه هذا شنو هذا الخط؟ بغداد. حلو. ها؟ طبعا هذا هنا اني بدايتي وبغلط القياسات عندي. غلط بالقياسات، فهذا بدايتي بالخط. هاي بدايتك. موسيقى. حلو. هذول كلها طلبات. ها؟ يعني أنت أمور زينة. زين، هذه هسه هذه شنو على أي قواعد تشتغلين بهذه الخطوط؟ صراحة يعني ما عندي قواعد ثابتة أني بالخط. قلت لك إنه أشوف شنو خط. يعني الحرف شلون ترسمي على أي أساس؟ حسب هو الكلمة اللي أنا أريد أكتبها بيا خط، مثلا أختار مثلا خط الكوفي. إي معناها تعرفين الخطوط و إي أعرف أكيد، بس أنا أضيف لمساتي بالخط أحاول. يعني حلو. زين، بما أنه أنت تضيفين لمساتك للخطوط، خلينا نحكي على أكثر أنت خطوط تبدعين بيها أو تحبيها أو قريبة إليك بالأعمال. صراحة أحب الكوفي، أحب الديواني، احب الخطوط الحره همينه كلش. الثلث شويه احسه معقد لان هو اصلا معروف الثلث كلش صعب والى قواعده والحروف يعني محسوبه نقاط. ادواتهم تختلف الادوات مال الخطوط حسب؟ لا هو اكثر شيء قصب يستخدم للخط. اكو بس الكوفي لازم يعني مسطره وقلم. لازم مسطره. انت ايش تستخدمين بالخطوط؟ شنو هم قصب؟ قصب، اقلام، اكو قلم ما يكون قصب يعني هو يكون حديد. اي يعني استخدم كم نوع، ما ثابته على نوع واحد انا. زين، تخلقين لوحه انت؟ اي يعني لوحات. يعني حسيتك انت مو مجرد بس تخطين، يعني انت تصنعين لوحه كامله. اي لوحاتي الاخيره بخصوص لا تعبث معي وانا لست مجرد جسد وهذني هم. ها لها عنوان؟ اي. وعندي لوحة واحدة بالخط السومري كاتبة الحرية. بس هذا اللي يشوف هيك خط وهيك يعني قيمة جميلة بصراحة مو كأنه من فراغ، يعني انت يعني ما معقولة عائلتك ما بها أي فنان بلي. أي خطاط؟ أنا عائلتي أمي سابقا كانت رسامة. خالي رسام، أختي رسامة، أبوي نجار مصمم ديكورات. حلو. فظيع بالديكورات تصاميمه. أنا فجأة ما أدري أنا الوحيدة يعني بالخط بالعائلة، كلهم متجهين على الرسم. حلو. ما استخدمتي يعني الخط بالنجارة؟ لا. ويا الوالد؟ جربت أشتغل ويا أبويا. إي بس يعني هيك أساعده مرات، بس لا ما جربت الخط بالنجارة. هو قصده إنه مثلا هذا الحفر السي إن سي أو الليزر كات. لا ما جربت لحد هسه.
حلو يطلع حلو. يعني زين احكي لنا شوي عن تجاربك بالخط، بس يعني على اوراق ولا سويتي على كانفاس؟ الاعمال او المواد اللي انت حاولتي تجربيها بالاعمال الفنيه؟ صراحه اني عايشه بسليمانيه، وسليمانيه ما بيها هواي ادوات خط، كلش قليله. فاكو مكتبه واحده اشتري منها انواع. شنو تشترين؟ ورق الوان أوكي. يكون واشتري انواع اقلام اكريليك، مثلا لوحاتي انا دا اضيف لها رسم بالاكريليك الوان، واضيف لها رسم الوان لاين. كلها وحدك؟ كلها وحدي. بدون احد يعلمك؟ لا والله احد يعلمني. وحدي. مو غريب؟ غريب، وخاصة أي أحد فنان أو يميل لهذه المجالات يحتاج دائما تغذية بصرية، وأنت تقولين أنا ما أشوف أبد، ما شايفة يوتيوب. بينترست يجوز أخذ فكر ممكن، بس لازم بكل لوحة أضيف شيء من عقلي، من يعني أحب، أنا كلش أحب أتميز بكل شيء، يعني كخط كلش أحب أتميز بخطي ولوحاتي. زين هدية للجاي شنو؟ يعني شنو دا تشتغلين؟ شنو دا تفكرين بالمستقبل القريب؟ والله ان شاء الله يعني اسوي لوحات اكثر، اريد بس تكون يعني تشاركين بمعرض ممكن اذا اكو اكيد. زين الميزه لا. اللي انت يعني تبرزين بيها شنو بالخط؟ اكثر شيء تقولين اني يعني الميزه مالتي هذه النقطه. اكو شيء غريب احس اني بلوحات يعني يختلف عن بقيه الخطاطين. شنو؟ لمساتي الخاصة. اي ما اكو نقطة معينة لو لا اكثر شيء يعني ممكن الستايل كله بحد ذاته، الرسم، الالوان، الفكر، الكتابة، كله يعني سوا. صح. هديل انت اصلك كردي؟ لا بغداد. بغدادي أيه. بس عايشة هناك يعني. بس عايشة بسليمانية. بس هي مدعومة من الوالد. شلون يعني؟ يعني الوالد هو اللي داعمك معنويا وهيك شيء بالخط مبدئيا. إيه؟ اختي وزوجها كلش، بس بعدين من بديت اسوي لوحات وكذا. إيه؟ لا ابوي همين وامي كلهم، اخويا كل ما يشوفني يقول لي اكتب اسمي. زين هسه نبدا من جديد. هسه نرجع. لا لا شقيات، احنا وقتنا انتهى، بس على مود المخرج يعني خطيه دا يقول لي انتهى الوقت. اوكي، فانا اريد يعني اشاكس المخرج واقول له نبدي من جديد نحكي قصه حياتك من البدايه. فنقول لك احنا كلش نشكرك على وجودك اليوم ويانا. يعني اشكركم ونتمنى لك كل التوفيق. تسلم. واريد عندها تعليق ثاني ما طلع لك. تعليق؟ اي على شنو؟ هديل؟ اي هديل بغير انه هي فنانه وعندها حس وراقيه، عندها ايضا ميزه بشكلها الخارجي وهي طول شعرها. بس ما طالع للكاميرا، لازم طالع للكاميرا. بلا شو شعرك؟ ايه خلينا نشوف. واو. لازم الجيمي يشتغل. لازم احنا نختم ويا هاي اللقطه. ايه ما شاء الله. تسلمي لي حبيبي. شكرا هديل، نتمنى لك التوفيق. اجمعين. مشاهدينا احنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى لكم عطله سعيده وهادئه عليكم وعلى عوائلكم. نلتقيكم اسبوع الاخ اذا الله راد. اذا مشاهدينا نتمنى لكم كل التوفيق، نقول لكم مع السلامه.